السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غنحضر معكم واحد العجينه ديال تصايبو من التيبان فوري. اي حاجه تصايبيو منها كتجي رائعه. مقادير بسيطه، عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الابيض ماركه جيده، وعندي هنايا نصف كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، معلقه ونص ديال الخميره حبيبات. اللي عنده معجونه يديرها. هنا غنستعمل غير بيض البيضه ديال البيضه، هنا شويه الملح ووحده خماره ديال الحلوه، والماء دافي باش غادي نجمعها، وجوج معلقات ديال الخل. غادي نبداو باول حاجه، غندير السنيده، غندير الزيت، كلشي في مره واحده، الخميره، شويه ديال الماء دافي، الخماره ديال الحلوه. كتعجن بالماء هذه الصراحه، هاد العجينه كتجي زوينه، خاص غير تخليوها ترتاح مزيان. ندير جوج معالق ديال الخل، الخل هو اللي كيخليك تطلع مزيان، وخاصة تخمر مزيان هاد العجينه، ملي تندير الخل تيبقى كيبان لكم تيخمر. غندير البيض ديال البيضه والصفار غنستعملو في الاخر. ندير الملحه، صافي غادي نجمعها غير بيدي مزيان. اللي بغى يدير فاني ديرها، انا ما عنديش، انا كندير فاني غير دابا ما كايناش. غنديرها في العجانه تتعجن مزيان، غنجمعها شويه بيدي. هي العجينه من بعد ما عجنتها كتجي بحال ديال الخبز، كتجي خفيفه شويه. صافي حيت مازال غدير لها الزبده، دابا غنخليها ترتاح، نغطيها تقريبا شي نص ساعة. من بعد ما خليت العجينة ديالنا حتى ارتاحت، هي خمرات، خليتها نص ساعة 30 دقيقة. نحيد منها هذا الهواء. هنايا عندي 120 غرام ديال الزبدة ديال العبار، الزبدة ماركة صفراء ماشي ديال البواطا، الزبدة ديال العبار هي اللي كتجي فيها هاد التيبان، هاد كتجي المورقات كتجي زوينة. عندي هنا جوج معالق ديال مايزينا، دقيق النشا، جوج معالق كبار عامرين مزيان. وعندي هنايا غندير جوج معالق كبار ديال فورس دقيق ابيض، غنخلطهم مع مايزينا ويكونوا عامرين مزيان، يعني 4 المعالق مخلطين. وعندي الزيت، غنحتاج الزيت، هنا الزيت غنحتاج غير واحد شويه ماشي بزاف، ندير شويه بالزيت. هاد العجينه نقسم على 3، العجينة ديالنا من بعد ما قسمت على 3 ديال الكرات، نرشها بها المايزينا. نصرح هاد المدلك مزيان، نوق مزيان كاملة. ديال الزبده غناخذ شويه ديال الزبده، ندير شويه ديال الزيت، غندوز بيدي، راه كدوب عليها كامله الزبده. اللي بغى يحكها في الحكه كيحكها. هاد الزبده غنقسمها على 3 ديال الكويرات، كل وحده غندير فيها يعني على 3 حتى هي. هي راه كيجي واحد المذاق رائع، كيجي مذاق زوين بهاد الزبده ديال العبار. واللي بغى يدير الزبده العاديه يديرها، هي من الاحسن هاد الزبده اللي كتجي زوينه. صافي ناخذ شويه ديال الزيت، نفرش مايزينا والطحين، صافي ندير بحال غندير مسمنه،
ديال المرسوم. نرش شويه ديال المايزينا. صافي غنخليها ترتاح، ندير الاخرى. صافي هذه المدلك مزيان. من بعد ما خليتها هذه حتى ارتاحت، كتبان لكم ترخات مزيان، بقات ندير شويه ديال المايزينا والفورص. نحط شويه هنايا باش ما تلصقش ليا. صافي دابا ورقه 7 ديال المرات المسافه تقويتها، يعني كل مره تقويها كتقيس، يعني بعد يقيس ملي كتسبقها خليها ترتاح مزيان. دابا نشكل على شكل البيت. صافي من بعد ما ورقتها كامله، ما عندي حتى نوع ديال البيتزا ولا ديرو موس ولا اللي بغيتو. بغيتو صغار غديرو عبار صغير، بغيتو مقدار غديرو عبار. عندي الشكلاط قطعت هذا ديال 4 دريال اللي عنده ديال التيبا، نديرو على مابقاش عندي كنديرو هنا في الوسط. هذا شكلاط كالار تيجي زوين حتى هو. ما نزيروش منين ندور نلفو. صافي العجينه راه ترخات ليا، راه خفيفه بزاف ولكن مزيان ملي هكا كتخمر. عندي الشكلاط كوكي ها هو، هاد الشكلاط صغيور راه زوين ولي غندير فيه هاد الشنيك. واحد باش بغا يعمر يعمرو. صافي نورك عليه بالمدلك باش يدخل مزيان. صافي غادي نبقى نلوي بشويه بشويه. نجيب خيط اللي غنقطع به. صافي انا خديت خيط غادي نقطع بحال هكايا العبار اللي بغيت ندخلو من التحت. صافي انا قطعته كامل، صافي نبرك عليه شويه بيدي كرص بحال هكا ونحط في اللاطة. نورك عليهم بالمدلك بحال هكا كاملين دقه واحده.
هذا الشكل انا كملته ديال الشنيك، وهذا الفوري درت هنا عندي صفر بيضه مع شويه ديال الحليب ومعلقه ديال الخل. غنحركو مزيان، صفر بيضه مع الخل مع الحليب، صافي دهن الوجه ديالي مزيان. صافي عندي هنايا صفر ديال البيض، درت معاه شويه ديال الكاكاو ومعلقه ديال الحليب، غادي ندهن به صافي، ونخليهم يخمروا ونديرهم يطيبوا. نخليهم تقريبا هما خامرين، نزيد لهم شي 10 دقائق. هما من بعد ما طابوا كيف جاوا، الصراحه راه كيخرجوا كميه كثيره، راه مازال عندي لاطه اخرى عامره. بغيت نصور لكم هادو الاولين بعد اللي طيبت. هاد شويه ديال الشنيك راه باقي مازال في الفران، صراحه كيجيو رائعين واقتصاديين، احسن من ديال السلقه كيف تيجيو. ولا عجبكم ديروا جيم وابوني. السلام عليكم.